السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله. معكم معلمتكم منال صالح الغريب، معلمة للمرحلة التأهيلية لطلابي وطالباتي الرائعين في الصف الثالث تأهيلي. إذن أبنائي وبناتي، أهلا وسهلا بكم معنا في مادة مهارات رقمية للفصل الدراسي الثاني. إذن في معنا في عنوان درسنا مهارات البحث في الموقع في المواقع الإلكترونية توافق ونفاذ. في البداية أذكركم بالقوانين التي اتفقنا على تنفيذها وتطبيقها عند مشاهدة دروسنا عبر قنوات عين التعليمية. أولا أبنائي وبناتي، ماذا عليكم؟ أحسنتم أن تختاروا مكان مناسب للتعلم بعيدا عن الضجيج، بعيدا عن التجمعات، أن لا أدخل في أحاديث جانبية أثناء مشاهدتي للدرس، سواء كان داخل الفصل الصف الدراسي أو في المنزل. كذلك تكون لدي أن أجلس جلسة صحيحة وسليمة عند عملي على أجهزة الحاسب الآلي داخل المعمل أو حتى في المنزل. تكون لدي معرفة مسبقة بجدولي وأوقات التعلم المباشر على منصة مدرستي أو عبر قنوات عين التعليمية. بعد ذلك أبنائي وبناتي، أجهز الكتاب وأدواتي التي أحتاجها، أستمع إلى درسي بتركيز، أتابع الدرس حتى ينتهي الوقت المخصص له. هذا مطلب أساسي حتى أستفيد استفادة تامة. أوجه رسالة إلى أولياء الأمور، أطلب منهم متابعة أبنائهم، تقديم الدعم، تشجيعهم على تطوير مهاراتهم الرقمية، توفير الأدوات، كذلك أنه في بداية الأمر يتطلب الأمر مراقبتهم حتى يتمكنون من إتقان المهارات بشكل مناسب، خاصة في استخدام عالم الإنترنت، أنه دائما يكونون تحت رقابتنا طوال الوقت، نتابعهم حتى لا يقعون في المحظور. مهارات البحث في المواقع الإلكترونية توافق نفاذ، هذه أمثلة عليها. هدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على كيفية البحث في المواقع الإلكترونية الرسمية والمعتمدة. الأهداف التدريسية التي أسعى معكم إلى تحقيقها بإذن الله أبنائي وبناتي، أن يذكر الطالب والطالبة محركات البحث التي تساعدنا في الوصول إلى الصفحات المطلوبة، أن يطبق الطالب والطالبة خطوات البحث الصحيحة باستخدام محركات البحث. ثالثاً، أن يذكر الطالب والطالبة التعليمات التي يجب أن يراعيها أثناء البحث على الإنترنت. رابعاً، أن يذكر الطالب والطالبة أمثلة على مواقع مفيدة. خامساً، أبنائي وبناتي، لاحظوا أن يطبق الطالب والطالبة خطوات الدخول للمواقع الرسمية التابعة للدولة مع المعلمة، بعد ذلك يكون قادر على تطبيقها بشكل مستقل. أخيراً، أن يذكر الطالب والطالبة الخدمات المقدمة في بوابة نفاذ الحكومية. إذن هذه أهدافنا التدريسية. نعلم جيداً أن استخدام محركات البحث يعني مهارة طورناها بالتدريج، أنه تعرفنا على المتصفح، ومن خلال المتصفح نصل إلى محرك البحث أبنائي وبناتي. محرك البحث يساعدني أني أنا أصل المعلومات الموجودة في الإنترنت بشكل سريع، يعطيني خيارات متعددة للوصول عليها. تقولين تبغين تستخدمين مثلا تبحثين عن طريق صور، تبغين تبحثين عن طريق مثلا تسوق، تبغين تبحثين عن طريق جميع ما سبق، تبغين تبحثين بالصوت، بالصورة، بالكتابة. إذن هذا هي ميزات محرك البحث، يعطيك خيارات متعددة وهو راح يبحث لك بشكل سريع. منها جوجل، وقلناه أكثر شهرة ومعروف تماماً ودائماً نستخدمه بشكل واسع في حياتنا. أيضاً ممكن نستخدم محرك آخر اللي هو محرك بينج أبنائي وبناتي. إذن هذه كلها محركات بحث تساعدني أن أنا أوصل للمعلومات، تساعدني أوصل للمواقع الإلكترونية الموجودة على الإنترنت. من المهارات المهمة لما أنا أبغى أبحث عن الإنترنت أبنائي وبناتي، تخيلوا أنتم عندكم موضوع تبغون تبحثون عنه حتى لو في كتاب، لازم يكون ماذا أبنائي وبناتي؟ الموضوع اللي أنت تبغى تبحث عنه موجود عندك بدقة. يعني لا تقول أنا والله ببحث عن عالم الحيوان. طيب عالم الحيوان، الحيوانات كثيرة، في حيوانات برية، في حيوانات، في طيور، في حيوانات مفترسة متوحشة، وفي حيوانات أليفة.
كل ما تحدد موضوعك بدقة، كل ما تقل مثلا الخيارات اللي قدامك وتكون أكثر تحديدا. يعني أنا قلت أبغى أتعرف على عالم الحيوانات، بعدين قلت لا والله مو بس عالم حيوانات فقط، أنا أبغى أتعرف على عالم حيوانات مثلا المفترسة، أكلة اللحوم مثلا. فلاحظوا أنا تبغى لما حددت أنا قلصت من كل الحيوانات الأليفة والحيوانات أكلة الأعشاب والحشرات، هذه كلها تقع تحت دائرة الحيوانات أبنائي وبناتي. إذا حددت أكثر أنا أحدد أضيق الدائرة، فبالتالي الخيارات اللي تكون عندي محددة أكثر ويسهل علي الوصول إليها بشكل أسرع. أبحث عن المعلومات اللي تبغاها في مواقع موثوقة، حتى في حياتك العامة دائما مثلا والله تبغى معلومة أو تبغى تعتمد على أحد تروح لشخص ثقة، صح ولا لا؟ إذا حتى في المواقع في الإنترنت لما تبحث عن معلومة ادخل موقع ثقة، نفس ما تبحث عن شخص ثقة تعتمد عليه في حياتك العامة، في الإنترنت هناك أشخاص ليسوا مثلا أسوياء، أشخاص سيئين يضعون مثلا معلومات غير صحيحة، الغرض فيها تشويه صورة شيء معين، تشويه المعلومات، تضليلنا بعض الأحيان، نقل صورة سيئة عن شيء آخر. لذلك تأكد أنك تدخل موقع محدد، موقع رسمي موثوق معتمد. نذكر صديقنا وكيف حصل على الوظيفة. الآن جاء صديقنا وسأله، قال بسألك سؤال، أنا صراحة مرة يعني انبسطت أنه أنت توظفت وفرحت أنه أنت لقيت لك وظيفة، بس والله أنا أبغى زيك أتوظف وأعمل في نفس المكان، تشجعني أنه أنا يعني أنه كيف الطريقة وتشرح لي إياها. فقعد يطلب من صديقة اللي في الدرس الماضي أخبر أصدقائه أنه حصل على وظيفته عن طريق برنامج محدد. طبعا جلس يقول له انا والله ودي اتوظف زيك وانا مره متحمس وصراحه شفتك كيف انه انت تروح للعمل وكيف استقليت ماديا. قال له صديقه، انت الان بالعكس العمل شيء جميل وانا ايد انه انت تشتغل، بس ترى اول نقطه من عندك انت، اول نقطه كانت خلال بحثي عن العمل انا دخلت برنامج خاص فيه عن طريق موقع الكتروني لبرنامج اسمه برنامج توافق. هذا البرنامج يدربني، تح لي فرصة أني أتدرب، بعد ذلك قام بتوظيف وهو خاص بتوظيف ذوي الإعاقة، يعني يدرب ويوظف الأفراد من ذوي الإعاقة. ورح تقدر يا صديقي أنك تتوظف من خلال هذا البرنامج وتزوره من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به، استخدم محرك البحث واكتب برنامج توافق وراح يدخلك عليه اللي هو خاص بتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. صراحة سامح حين مرة أنبسط وقال والله فكرة وموضوع مرة سهل، بس يطلب مني أني أنا أدخل بالإنترنت وأسجل بياناتي في هذا البرنامج. قال بس راح يطلب منك ذلك. إذا برنامج توافق هو موقع إلكتروني، لاحظوا وصلنا له عن طريق محركات البحث، خاص بدعم من القوى العاملة من ذوي الإعاقة، يعني الأشخاص اللي يبغون يشتغلون ويلتحقون بجهات العمل خاص فيهم، بحيث أنه راح يأخذهم ويدربهم ويهيئهم، سواء هذا العمل راح يكون هنا في أي قطاع، في القطاع الخاص. إذا موقع إلكتروني الخاص برنامج توافق راح يدربهم ويضيف، هو خاص بدعم القوى العاملة من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص بحيث نوفر لهم وظائف في القطاع الخاص من خلال منصة صندوق تنمية الموارد البشرية ببرنامج هدف. يعني هو موقع رسمي معتمد تابع لجهة حكومية تحت تابع لأنظمة والدولة. إذن هنا يمكنني أن أضع بياناتي وأنا مطمن وأنا مرتاح. إذن أنتم كأفراد أبنائي وبناتي سواء من البنات أو من الأولاد أو من الطلاب والطالبات، بإمكانكم استخدام الإنترنت للبحث عن مواقع إلكترونية مفيدة مثل برنامج توافق الخاص بتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة اللي عندهم رغبة بأنهم يكونون لهم راتب خاص فيهم ويستقلون ماديا ويكون عندهم عمل ويروحون ويجون ويقدمون خدمة للمجتمع في حياتهم. طبعا الآن عرفنا كيف برنامج توافق، ما رأيكم؟ هل هو مفيد ولا غير مفيد؟ ها، برنامج يدرب ويوظف وبرنامج موثوق ومعتمد، بظنكم هل هو برنامج مفيد ولا غير مفيد؟ أحسنتم، بالتأكيد هو برنامج مفيد أبنائي وبناتي، لأنه يساعد في تدريب وتوظيفهم. نطبق عملي، حاولوا، أبغى من كل طالب وطالبة منكم الآن يعني استخدم محرك البحث
ويكتب برنامج توافق لصندوق التنمية البشرية، ويبدأ يسجل بياناته ويأخذ فرصته في التوظيف في القطاع الخاص بعد التدريب بإذن الله. أبغى الآن الجميع يستخدم الأجهزة التي لديه متصلة بالإنترنت لاستخدام محركات البحث وزيارة موقع إلكتروني مفيد مثل برنامج توافق. وتمنياتي لكم بإيجاد فرص مناسبة لكم ولمهاراتكم قبل أن أختم درسي معكم. طبعاً إحنا نعلم أننا لازم نستخدم محرك بحث. أي محرك بحث؟ ما هو محرك البحث؟ هل هو جوجل كروم أم جوجل؟ لاحظوا أنا قلت محرك بحث وليس متصفحاً إلكتروني. أحسنتم، جوجل هو محرك البحث الذي يساعدني ويسندني، يمكنني من الوصول للمواقع الإلكترونية أبنائي وبناتي. وصلت معكم لنهاية الدرس، ألقاكم على خير وتجربة ممتعة لزيارة موقع برنامج توافق الإلكتروني الخاص بتوظيف ذوي الإعاقة.